الأمر الآخر الذي تكلمنا عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سلك مسلك تغيير المفاهيم والعقائد الذي نقوم به الآن، ونحن نسلك مسلك الأنبياء، وهذا الأنبياء جميعا جاءوا بهذا الأمر، ألا وهو تغيير المفاهيم وتربية الأمة على هذه المفاهيم. تغيير المفاهيم وتربية الأمة على هذه المفاهيم، جاءهم بمفهوم التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله، والإيمان باليوم الآخر، وأن صلة العلاقة، وهذا مهم في غاية الأهمية، علاقة المسلم بأخيه المسلم هي العلاقة الحقيقية، أما غير ذلك من العلاقات فغير معتبرة في الإسلام إذا اصطدمت مع أخوة الإيمان، بمعنى أن أبو بكر رضي الله عنه كان أخا لبلال الحبشي وليس أخا لأبي جهل القرشي. واضح يا دكتور؟ نعم نعم. فالصلة التي تجمع بينهم صلة الإيمان وليست صلة القبيلة ولا صلة الجاهلية الأولى. نعم. ثم بعد ذلك انتشر الإسلام وظهر وصارت له دولة، ثم بدأ في الانحسار، وقلنا أن وبدأ في الانحسار في المفاهيم، في الحقيقة وفي المفاهيم، أي بدأ السقوط، يعني هناك عدة أسباب أدت إلى غربة الإسلام، منها وجود الخلاف بين الأمة والاختلاف، وذكرنا وتكلمنا الفرق التي خرجت في هذه الأمة من الرافضة والخوارج والمرجئة والقبوريين وغيرهم، وكان لهم بالغ الأثر فيما نعيشه اليوم من الغربة. ثم ذكرنا الأمر الثاني، سقوط الدولة الإسلامية التي كانت تجمع بلاد الإسلام وكانت تحمي وتحوط المسلمين من الداخل والخارج، هذا كان له بالغ الأثر في وجود الغربة اليوم. ثم ذكرنا الأمر الآخر، ألا وهو ظهور المستعمر الأوروبي، ما نريد أن نتكلم عن الفرس والصين والمشركين الذين هناك، قلنا ظهور الغربي المستعمر الأوروبي الذي ظهر على بلادنا كان له بالغ الأثر، وكان له كان سببا كبيرا وعظيما في وجود ما نعانيه اليوم من غربة. نعم. والأمر الآخر، ألا وهو بعد مقاومة من آبائنا وأجدادنا لهذا المستعمر، خرج هذا المستعمر وصنع لنا عملاء لا زالوا يكوننا كيا بأفعالهم وما يقومون به من إجرام، ولعل ما تشاهده الأمة اليوم أوضح من الشمس ربيعة النهار، يوالون اليهود الذين يقتلون المسلمين الأبرياء ويعادون المسلمين بحجة أنهم عملاء وأنهم إخوان وأنهم إرهابيين وأنهم كذا. نعم. هؤلاء قلنا الحكام. طيب دكتور، ما ترتب، لعلي أختصر هذه فقط، هؤلاء الحكام مسكوا مفاصل الدولة، مسكوا مفاصل الدولة وأفسدوا بهذه المفاصل عقائد الناس وأخلاقهم. نعم. هذا ما توصلنا إليه. طيب.